في مباراة تكتيكية على أعلى مستوى من إنريكي ومن إندرسون، أسبانيا بتفشل أمام الدفاعات السويدية وحارس السويد الرائع إنها تسجل هدف وبتخرج المباراة في أول مباراة في اليورو، بتخلص بتعادل سلبي 0-0، مباراة تكتيكية عالية جدا وليها كلام كتير جدا. وأنا مصطفى ودي حلقة جديدة من قهوة اليورو، والنهاردة نتكلم عن أسبانيا والسويد. حطني رقم واحد في القصير. اسبانيا النهارده بدا بال 4-3-3، والناحيه الثانيه السويد قبل ال 4-3-3 دي بال 4-4-2 فلات، ودي افضل تشكيله او افضل طريقه تواجه بيه بال 4-3-3. ده اللي عامله اندرسون، ان هو عارف ان اسبانيا هتبدا بال 4-3-3 بمثلث مقلوب 2 هولدنج وقدامهم كلاعب نمره 10 او لاعب 8 متقدم، وده اللي كان متوقعه اندرسون، لان اندرسون بدا ان هو يقفل على مفاتيح اللعب بتاعت اسبانيا بشكل محكم جدا جدا جدا. ازاي؟ اول حاجه مخلي كوكي وبيدري الاثنين اللي المفروض هيبداوا الهجمه لاسبانيا مقفول عليهم، مقفول عليهم بحتتين، ان اللاعب بتاع نص الملعب بيميل ناحيه الشمال مع الباك الشمال، ولاعب نص الملعب اليمين بيميل ناحيه اليمين مع الباك اليمين، وده بيشكل حاجتين. الحاجه الاولى ان بيخنق جدا كوكي، مش بيخليه يعرف يتحرك في المساحات، والناحيه الثانيه بيقفل جدا على بيدري، لانه عارف ومتاكد ان لعيبه الثلاثي بتاع نص الملعب بتاع اسبانيا بيقدر يستلم في المساحات الضيقه، ويعرف يستلم في المساحات الصغيره، وانصاف المساحات بيعرف يستلم فيها ويلعب فيها كرات. فبدا ان هو يقفل على المساحات دي، ويقفل المساحات دي بان هو يلعب بطريقه 2-1، يخلي اللاعب نص الملعب يمين ناحيه الشمال ونص الملعب اليمين ناحيه اليمين، علشان يقفل على مفاتيح لعب بتاعه اسبانيا سواء كوكي او بيدري. ده اللي خلى كمان انريكي الناحيه الثانيه يحاول التشكيله نوعا ما شويه ل 3-4-3، كان بينزل بيدري مع باو توريس ناحيه الشمال عشان يبتدي هو اللي يبدا الهجمه ويطلع اللاعبين، والناحيه الثانيه كان بيحاول كوكي ينزل كتير او يقرب من يورينتي شويه عشان يبتدي يعملوا ثنائيات هناك. ولكن برده الناحيه الثانيه اندرسون فكر تفكير ان هو برده هقفل على المساحه دي، لان انريكي لما كان بينزل بيدري ناحيه الشمال بدل قلبه، كان بيخلي قلبه يلعب الخط، يفتح الخط تماما، وده اللي بيخلي اولمو ياخد شويه اريحيه انه يخش للعمق، يخلي قلبه على الطرف اولمو يخش للعمق، والناحيه الثانيه بيطير يورينتي ناحيه الشمال ناحيه اليمين عشان يبقى الباكات بتاعتك طايره ناحيه اليمين وتحاول تعمل ستريتشنج للملعب. وده اللي خلى الناحيه الثانيه بقى اندرسون يفكر تفكير تاني. الحاجه الاولى انه خلى لاعب الجناح الايمن بتاع السويد بقى 1-1 مع بيدري، والناحيه الثانيه خلى اللاعب بتاع وسط الميدان ينزل نص الميدان ناحيه الشمال، وسط الميدان عفوا ناحيه اليمين، ينزل او يسيب الطرف مع المدافع الايمن او الباك اليمين، وينزل لعمق الملعب شويه علشان يقفل على اولمو، ويقفل زاويه التمرير على اولمو من بيدري ما بيستلم الكره المدافعين، يبتدي يلعب في العمق كرات تكسر بيها الريتم وتكسر بيها خطوط السويد. فخلى ان اللاعب نص الملعب بتاع السويد ينزل او يخش العمق ثاني عشان يقفل زاويه التمرير على اولمو، ودي خلى ان اسبانيا الناحيه الثانيه مع قلبة يبقى فيه 1-1 ما بينه وما بين الباك علشان يدي اريحيه لقلبة اللي هو يلعب ناحيه الشمال. ودي كمان خلى انريكي يفكر في حاجه ثانيه، ان هو يخرج موراتا بره الصندوق. لما خرج موراتا بره الصندوق عشان يبتدي يعمل كثافه في العمق، يبتدي يلخم لعيبه نص ملعب السويد، ده اراح مدافعين السويد، ما فاتش اسبانيا كتير، اروح لعيبه السويد، اروح لعيبه السويد ان ليندلوف بقى يراقب اولمو مع لاعب وسط الميدان بتاع السويد، وخلى المدافع اللي جنب ليندلوف اللي هو يانيلسون يدافع او يقفل كويس على موراتا، وكده موراتا ما قدرش يلعب بالشكل الامثل. بس ان يخلي موراتا ينزل لعمق الملعب، ينزل للعمق ويخرجه بره الصندوق، ده خلى نوعا ما يبقى فيه بعض من المساحه لكوكي. ازاي؟ لما خلى قلبه ناحيه الشمال الوينج باك قلبة، خلى اولمو يخش لوسط الملعب، واللي خلى كوكي يمين ناحيه يورينتي ادى اريحيه ان اولمو يبقى مهاجم تاني جنب موراتا، والمهاجم التاني جنب موراتا اللي هو اولمو كان بعض اللقطات بتلاقي موراتا سحب مدافع يانيلسون في زاويه، والاولمو سحب ليندلوف في زاويه عكسيه وفتحوا مساحه لكوكي، وفعلا من المساحه دي كوكي ضيع كورتين، وكان محتاج ان بس بعض الفرص اللي جات لاسبانيا النهارده تتسجل. كرة مراتا اللي قطع وحط جنب العارضه، كل اللي بتبقى مع مراتا اولسن صراحه النهارده متالق، حارس سويد اولسن متالق النهارده بكل صراحه. ولكن ال 4 3 دي او ال 4 3 3 الناحيه الثانيه واجهها اندرسون ان هو يقفل المساحات كلها على لعيبه اسبانيا، ما فيش اريحيه كبيره لاسبانيا، ما فيش بس غير ضعف
يا نيلسون جنب ليندلوف وضعف ليندلوف في كرات طويله ادى نوعا ما فرص للمنتخب الاسباني. غير كده منتخب اسبانيا كان هنشوف جون بتاع السويد بصراحه، لان القفله بتاع اندرسون قفلها كويس جدا على اسبانيا، قفلها كويس جدا. اي نعم اسبانيا هي الاستحواذ الاكبر ولكن التكتيك بتاع اندرسون هو اللي ادى اريحيه نوعا ما لمدافعين السويد. وكمان كانت فيه برضه تفصيله صغيره في الناحيه الهجوميه، الاثنين مهاجمين بتوع السويد الاثنين مش بيضغطوا، على حامل الكوره، لاعب بيضغط على حامل الكوره، لاعب واحد مهاجم واحد بيضغط على حامل الكوره والمهاجم الثاني يقف عليه بيقف وراه على نفس الخط علشان يمنع زاويه التمرير. فبقى كده الثلاثي نص الملعب بتوعك بقوا محبوسين، كوكي محبوس جاء في وسط المدافع الشمال ووسط ملعب الشمال، والناحيه الثانيه بدري محبوس في وسط الملعب اليمين واللاعب باك اليمين و في العمق مش مدي حريه لرودري اللي هو يلعب كرات. وده اللي ادى ان يتحول اللعب بدل الكره على الارض بقى كرات طويله لقلبة ناحيه الشمال اللي هو يحاول يلعب في ظهر الباك اليمين وقلبة قلبة ناحيه الشمال. الفكره الثانيه اللي حاول يريكي يطبعها عشان يفك الفكره دي من ودى اريحيه او خلق فرصه لكوكي ان هو بقى يجمع لعب ناحيه الشمال ناحيه قلبه ويبتدي يلعبها بسرعه رهيبه ناحيه اليمين ليورينتي كوكي اللي قبل اللي بيتحرك من غير كوره، وكوكي اللي كان بيحاول يسرق النص الملعب اللي معاه في المراقبه اللي كان بيراقبه كان بيحاول يسرقه ويخلق المساحه اللي كان ضيع منها كورتينو. دي كانت فكره كويسه من انريكي بصراحه اللي هو يلعب ويجمع لعب في منطقه مره واحده يلعب في المنطقه الثانيه، دي كانت فكره كويسه. بس انريكي كان محتاج في الشوط الثاني يوجه ال 4 4 2 ب 4 4 2 كان المفروض يستغنى على لاعب من لعيبه نص الملعب وينزل مورينو جنب موراتا، مورينو يسحب مدافع قريبه وموراتا يحاول يلعب بالراسيه على ليندلوف اللي ضعيف في الكرات العاليه ويحاول يسجل من الحته دي في انصاف الفرص ومن لمسه واحده يجيب الجوال. ولكن اللي فكر فيه ريكس الشوط الثاني هو نفس الفكره بتاع الشوط الاول، ما غيرش كتير، ما لعبش بال 4 4 2 لا هو 4 3 3 خرج رودري ونزل تياجو وخرج موراتا ونزل سرابيا. فكره خرجت موراتا ونزلت سرابيا كده اولمو هو اللي دخل مهاجم، دخلت اولمو كمهاجم او بقيتش تلعب مهاجم كتير لان اولمو كان احيانا بيخش اوقات اوقات سرابيا هو اللي كان بيخش. ولكن فكره اللي انت نفس الفكر ونفس التكتيك ادى ان انت مش عارف تسجل جول في السويد، وابتدى ان انت تعتمد على العرضيات اكتر من انت تلعب كره على الارض. دي ما كانش هتفيدك كتير لان انت كنت محتاج فعلا اثنين مهاجمين جوه الصندوق. اثنين مهاجمين شفناه النهارده لما نزل مورينو، حتى لما لعبت له كرات عرضيه وابتدى يبقى فيه مساحات في قلب دفاع السويد ابتدى يضيع كور. لو كان بقى موراتا ومورينو الاثنين كاثنين مهاجمين كان واحد سحب يمين واحد سحب شمال وابتدى ان هم يجيبوا جوان من الحته دي. ولكن فكر انريكي في الشوط الثاني ما اداش باي حاجه وخرج السويد وخلى السويد بصراحه وهندرسون يعملوا ماتش تكتيكي دفاعي على اعلى مستوى. عملوا ماتش تكتيكي دفاعي على اعلى مستوى بصراحه من وجهه نظر السويد النهارده. الناحيه الثانيه اسبانيا عملوا مباراه تكتيكيه برده ممتازه ولكن ما قدرش يسجل، وده اللي خلى الطبخه تبوظ. طبخه الريكي باظت على شويه ملح، كان ناقص شويه ملح اللي هي الاهداف ودي ما جاتش، عشان كده طبخه الريكي باظت. ولكن الريكي الماتشات الجايه هيقدر يسجل بكل تاكيد سواء قصاد بولندا او قصاد سلوفاكيا، والسويد برضه يقدر يسجل اكيد في المباراه الجايه. ايزاك النهارده عمل مباراه كويسه جدا قبل طلوعه ودفاع السويد مميز، وحارس السويد اولسن حارس السويد مميز قوي 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 قوي. لولا اولسن النهارده كان السويد خرج خسران المباراه، لان في الاول والاخر ده كان رايي في المباراه اسبانيا والسويد. قول رايك انت في المباراه في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان الحلقه توصل لملعب الناس، واعمل لو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس يجي لك الحلقات اول باول، حلقات يرد تجي لك انت اول باول. ودابونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، وبيعمل على فيسبوك وتويتر على تويتر. وكمل معاك مصطفى، نشوف الحلقه الجايه، سلام.